بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أخوك المهندس محمد مجدي خليفة، وإن شاء الله عايزين نتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا لكل مهندس بيبدأ في مشروع. ومن قبل ما المشروع بيبدأ بيبقى عندنا حاجة اسمها الانسبكشن تيست بلان، أو زي ما بيقولوا المدني خطة تنفيذ الأعمال. ومن خلال الانسبكشن تيست بلان بيبقى مهم عندي جدا إن أنا راجع المواصفات، وبالأخص مواصفة اللحام الويلدنج بروسيدر سبيسيفيكيشن، ولازم اكون عارف الفرق ما بينها وما بين البروسيدر كواليفيكيشن ريكورد. وان شاء الله هنتكلم في فيديو مختصر ومفيد في الزتونه زي ما اتفقنا وزي ما اتعودنا، وان شاء الله يبقى علم ينتفع به، ويا ريت الناس تعمل شير، ويا ريت الناس تشارك في العلم ونتعلم من بعض، وان كان من خطأ فمن نفسي او من الشيطان. وانا حابب اقول لحضراتكم الغرض اللي انا بعمله عشان الفيديوهات دي توصل للناس كلها او للمهندسين عامه في أرجاء الوطن العربي، إن أنت كمهندس تبقى أنت نازل تستلم شغلانة عارف هي إيه، محدش يضحك عليك، محدش يعلم عليك، لازم يكون عندك البيزك نوليدج اللي تأهلك إن أنت تبقى في السايت كواليفايد أيا كانت السيرتيفيكيشن معاك أو مش معاك. طبعا الانسبكشن تيست بلان أو خطة استلام بنود الأعمال دي بيقدر يضمن بيها المالك جودة المنتج من خلال معرفة مراحل الفحص والاختبارات على المنتج. ومهندس ضبط الجودة طبعا بيجي له request for inspection قبل ميعاد الاستلام بالوقت المتفق عليه والطريقة المتفق عليها بين المقاول وبين المالك. يعني مثلا بيجي له request for inspection أو الـ IR الـ inspection request قبلها ب 24 ساعة أو ب 48 ساعة، سواء بالإيميل أو بالموبايل، أو المهندس بيجيله فيس تو فيس وبيروحوا سواء المهندس الأونر مع المهندس الكونتراكتور. المهم إن استلامة، بالذات في استلامة الهولد بوينت بيبقى في موجود فيها أكتر مهندس. لما بينزل يستلم مهندس الجودة بيبقى معاه السبيسيفيكيشن، أو بيبقى معاه اللوح، أو بيبقى معاه الدوكيومنتيشن اللي هيطابق بيها المنتج اللي موجود مع الورق اللي معاه. وغالبا بيبقى معاه تشيك ليست ده عشان ما بقاش نازل يستلم بيرتجل. هنزل مثلا ابص على الشنفريه، اوكي انا ببص معايا المواصفه بتاعه اللحام، وببص على ايه، ببص على الروت اوبننج، ببص على الجروف انجل، ببص على كذا وكذا وكذا عشان ما يقدرش ان هو ينسى اي حاجه. ولو لقى الموضوع مطابق او اكسبت لازم يعمل تقرير فيجوال ان هو اكسبت، او تقرير في طب اكسبت تمام. ولو لقى ان هو مش اكسبت فبيبدا ان هو يعمل تقرير نون كونفورمانس ريبورت، او تقرير عدم مطابقه. طيب الانسبكشن تيست بلان زي ما حضراتكم شايفين بتتكون من كذا جزء. اول جزء رقم المسلسل اللي على الشمال، وبعد كده بنتكلم على الاكتيفيتي او الديسكريبشن اللي عندنا، وبعد كده الريسبونسابيلتي بيرسون الشخص المسؤول، وبعد كده السكوب اوف انسبكشن هل هو ريفيو او هولد او ويتنس، وهنتكلم على كل النقط دي، والفريكوينسي امتى يقدر يعمل انسبكشن، قبل ايه او بعد ايه، والريفرنس دوكومنت اللي عندي لكل شركه، والاكسبتنس كريتيريا اللي موجوده عندي، والريكورد او الريبورت اللي هسجل فيه النتائج اللي موجوده عندي عشان اضمن ان هي تكون محفوظه بعد كده حتى لما ينتهي المشروع.